السلام عليكم. الجزائر مباشر وفي الحدث الليلة. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يستدعي السفير الجزائري بفرنسا للتشاور على خلفية إجلاء غير قانوني لرعية جزائرية. وفي الملف، مع تواصل جهود الإغاثة والإنقاذ تجاوز الحصيلة الأولية 12 ألف ضحية. وفي الملف الدولي، المنظمات الدولية الإنسانية، أي دور في زمن الكوارث والأزمات؟ طيبة إليكم مشاهدينا، أهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج الجزائر مباشر والذي يأتيكم عبر القناة الإخبارية للتلفزيون الجزائري. الحدث إذن الليلة هو أمر السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون باستدعاء سفير الجزائري بفرنسا السيد سعيد موسى فورا للتشاور حسب ما أفاد به اليوم بيان لرئاسة الجمهورية. وجاء في البيان أيضا في أعقاب المذكرة الرسمية التي أعربت من خلالها الجزائر عن احتجاجها بشدة على عملية الإجلاء السرية وغير القانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري، أمر رئيس الجمهورية باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا السيد سعيد موسى فورا للتشاور. هذا وقد جاء في افتتاحية جريدة المجاهد اليوم، كتبت أن تصرف فرنسا تصرف لا ودي آخر، حيث كتبت أن فرنسا التي تواجه الكثير من الغضب في إفريقيا بسبب غطرستها الاستعمارية الجديدة التي لن تتغير أبدا. سليم حمادي. لا يبدو أنها ستتغير ولا يبدو أن لها نية في ذلك، وكذلك دأب باريس ما تعلق الأمر بانتهاك الأعراف الدبلوماسية والقفز عليها. سقطة مخزية أخرى للإليزي بعد إقبال موظفين وقنصليين وأمنيين على عملية إجلاء سرية وغير قانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري. تصرف لا مسؤول استدعت على إثره الجزائر سفيرها لدى باريس على الفور للتشاور. سلوك أرعن لفرنسا الرسمية تقول جريدة المجاهد التي علقت عليه بأنه سلوك غير ودي للغاية تجاه الجزائريين. نعم، إنهم الجزائريون بعينهم من تراكمت في أنفسهم سقطات فرنسا وتصرفاتها الاستفزازية التي لا تخرج عن سياق المقصود والتناقض الصارخ. تصرف فرنسا الأخير تجاه الجزائر تساءلت بشأنه جريدة المجاهد حول جدية السياسة الفرنسية التي تتقدم خطوة وتتراجع 10 أمثالها إلى الوراء أن تساعد على تهدئة النفوس، ولا شك أن نفوس الجزائريين لم تعد والحال هذه تطيق ألاعيب باريس وتهورها، بل مثل هكذا تصرفات هوجاء تضفي برودة على العلاقات الثنائية، علاقات لا يبدو أن فرنسا جادة في الحفاظ عليها، كما أن هذا البلد المتناقض في سياساته الخارجية بات يواجه الكثير من الغضب ولا غير الغضب في إفريقيا برمتها. أما السبب تعزوه جريدة المجاهد لغطرسة فرنسا الاستعمارية، فهل يستقيم العود والظل أعوج؟ للحديث عن هذا الموضوع أسعد باستضافة البروفيسور مصطفى صايج أستاذ العلوم السياسية والعلاقة الدولية. أهلا بك سيدي، شكرا على الحضور في البرنامج. شكرا سيدتي، وتحية لكل جمهورك والشعب الجزائري.
نعم بروفيسور، إذن كما جاء في التقرير هو اختراق للأعراف الدولية وانتهاك للسيادة الوطنية، هي ربما حلقة جديدة من المسلسل الفرنسي اتجاه الجزائر، حيث استدعى اليوم السيد رئيس الجمهورية سفير الجزائري للتشاور. بروفيسور، لماذا تصر فرنسا على تعكير الجو مع الجزائر كلما ميز الصفو العلاقات الثنائية؟ طبعا سيدة سكينة، سؤال مليح جدا. نحن دائما عندما نؤرخ لتاريخ العلاقات الجزائرية نقول بأنه يمشي بمحورين متوازيين. المحور الأول وهو أن نريد أن تكون علاقات طبيعية على أساس الندية كما قال رئيس الجمهورية، ونخلق ذلك التقارب في فضاء متوسطي بما لدينا من عوامل ومصالح مشتركة سواء بالجالية أو بالتاريخ أو بالجغرافيا. لكن هناك الخط الآخر الذي نسميه بالمحور الشر أو محور النيوكولونيالي، الذي دائما ما يبحث عن تعكير الأجواء، وفي ذهنه وفي إدراكه أن الجزائر لا تزال جزائر فرنسية. في هذا الاتجاه في تقديري القضية في حد ذاتها هو العودة، نذكر فقط أنه قبل سنتين فقط أعيدت العلاقات إلى مجراها الطبيعي بعد، لا أقول الخطأ، وإنما الإدراك النيوكولونيالي للرئيس الفرنسي عندما صرح لصحيفة لوموند الفرنسية على أساس أن الجزائر بنت تاريخها في إطار العلاقات من الكراهية أو الحقد لفرنسا. ولكن هنا في تقديري كما قلت هذا الفكر النيوكولونيالي الاستعلائي الذي دائما ما يبحث عن، دعني أقول، المحور السلبي في إطار علاقات طبيعية، برغم أن الجزائر تقدمت بخطوات طبيعية جدا في إطار تنويع شركائها. لكن دعنا نكون صريحين في هذه اللحظة، ربما عندما نقول أن السيد رئيس الجمهورية وهو يستدعي سفيرنا بباريس للتشاور، ففي مفهوم ليزانال أو في العرف العلاقات الدبلوماسية فهي مرحلة أزموية، مرحلة أزموية لقرارات قد تكون ربما متصاعدة أكثر في حالة عدم الاستجابة الإيجابية من طرف الفرنسي. بمعنى أنت تلاحظي عندما يتعلق الأمر برعية جزائرية مطلوبة قضائيا في الجزائر ويتم تهريبها عن طريق الدولة الجارة في تونس، وبالمناسبة هنا الاستعمار غبي لا يفهم إلا بتكرار الدروس، قبل 65 سنة ونحن نحيي ذكرى ساقية سيدي يوسف، حيث تم قنبلة الجيش الاستعماري الفرنسي الشعبين الجزائري التونسي، وذهب 100 ضحية بنفس الإطار. ربما هنا بعد 65 سنة نفس السلوك الاستعماري، وهو يريد أن يعطيك صورة لحقوق الإنسان بالرغم من أن القضية لا تسقط بالتقادم، استعمال الأسلحة المحرمة دوليا، الهجوم على مدنيين وفي يوم سوق بالنسبة إلى الشعبين الجزائري والتونسي. وبالتالي هنا هذا الحادثة تعطيك قراءة أخرى، بمعنى أن المحور النيوكولونيالي لا يزال يعبث بما يجري بسيادة الدولتين سواء في تونس أو الجزائر. طيب أربط فقط بما تحدثت عنه الآن عن تونس، لو نتحدث عن تفاصيل هذه القضية، الرعية الجزائرية كانت سترحل إلى الجزائر من تونس، لكنها بفضل ربما من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية شاركوا في عملية الإجلاء من تونس إلى فرنسا. يعني هنا ألم، يعني أليست هذه علامة من علامات عدم احترام تونس؟ يعني ربما مثل ما تحدث لم تتخلص فرنسا من غطرستها الاستعمارية. طبعا سيدتي أكون صريح معك، بمعنى أنا كمراقب أو محلل أو خبير في العلاقات الجزائرية الدولية وخصوص العلاقات الجزائرية الفرنسية، لم يكن صدفة بالنسبة لي في توقعات هذا السلوك. إذا لاحظت في بداية جانفي، في 8 جانفي الماضي، كان السفير كزافيي دريونكور وهو السفير الفرنسي في السابق في الجزائر لمدة 7 سنوات، وقضى الفترة الثانية في 2017 طبعا 2020، مقاله الشهير في لوفيغارو، والفيغارو أنت تعرفي ما يعرف بالمركب الصناعي العسكري الفرنسي الذي يمول هذه الجريدة، عنوانه كان مؤشر واضح، الجزائر تنهار وعلى فرنسا أن تستعد. بمعنى تراجع بروفيسور أعتقد عن تصريحاته، وقال أنه بالغ قليلا في التعليقات. لكن دعني أقول صراحة وأربط القضية، هذه الشخصية فيما بعد تصبح مديرة الاستخبارات في فرنسا، ونحن دائما ما في أدبياتنا الإعلامية نتحدث عن حزب فرنسا، وبالتالي هناك بعض النخب
نعم. التي كان يسيرها هذا السفير وكانت بأجندة في رهاناتها، وهنا في تقديري هنا الإسقاط لحالة الحلم النفس السياسي، أن هذا السفير الذي كان يدير بعض الأفراد وبعض الرعاية على أساس أن تكون الجزائر في مرحلة انتقالية ويكون الانهيار بما يخدم الأجندة الفرنسية بعدما حاولت أن تستحوذ على الهلال الساحلي الذي يريد أن يقوض السيادة الجزائرية. وبالتالي هنا هذا التعبير ماذا يعطيك؟ يعطوك أولا بأن بعض الرعاية كان محميين، وهنا الملاحظة الأولى في التقارير الإعلامية وحتى الدبلوماسية، أنه تم إعطاء جواز سفر فرنسي للرعية الجزائرية مطلوبة قضائيا هنا في الجزائر، وممنوع عليها أن تنتقل لأنها تحت النظر القضائي بعد أن يكون هناك حكم قضائي نهائيا لهذه الرعية. ثانيا بالتعريف، حتى الصحافة سواء لوموند أو لوفيغارو حتى الدبلوماسيين الفرنسيين وضعوا قضية أنها رعية فرنسية ويجب حمايتها. هنا بالمناسبة الربط الأول أن هذا فرانسوا زيميراي أصبح محاميا لها في فرنسا عندما اشتعلت القضية. ومن هو هذه الشخصية؟ سفير فرنسي سابق في الدنمارك. وعندما أقول سفير فرنسي سابق في الدنمارك، الدوائر الاستخباراتية التي يديرها كزافي كان يدير بعض للأسف بعض أذنابه هنا، والرهان على مرحلة انتقالية تكون حافتها مثل النموذج السوري، ولديه خبرة في سوريا بالمناسبة. الجانب الآخر وهو مهم، أن هناك اتفاقيات قضائية مع تونس أو مع فرنسا في حالة التعامل مع القضايا. لاحظي في الأشهر السابقة إذا لاحظت قضية معينة، كان شخصية تونسية محترمة سياسيا مطلوبة قضائيا في تونس، جاءت إلى الجزائر بطريقة غير شرعية، القضاء الجزائري تم تسليمها، بمعنى المعاملة بالمثل. هنا ضغوطات على الجزائر وعلى تونس انطلاقا من ماذا؟ هنا لاحظي البيان الخارجية وحتى الرئاسة كان دقيق جدا، تدخل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين. وهنا بالمناسبة عندما وصلت الرعية إلى ليون بضغط من المخابرات والقنصلية الفرنسية في تونس، استقبلها عقيد للمخابرات، بالرغم من أن وسائل إعلام فرنسية تتحدث أن الجمارك الفرنسية رفض استقبالها لأنها لا تمتلك وثائق رسمية. وبالتالي هنا ماذا يعطيك؟ يعطيك القراءة أن مشروع كزافي في الجزائر فشل فشلا ذريعا بإقامة مؤسسات سياسية دستورية قوية جدا، وكان رهانهم في السابق على المراحل الانتقالية، وبالتالي هذه الأبواق ليست جديدة بالنسبة إلينا في متابعة ما يجري من تحديات ومن مستقبل العلاقات الجزائرية الفرنسية. يفهم من كلامك بروفيسور أن هذه الممارسات اليوم هي امتداد لتصريحات سابقة مثل التي تفضلت بها الآن، مثل كزافي، من التي يعني مرة على مرة تنفذ سمومها على الجزائر. طبعا هنا في تقديري وهنا الازدواجية في الخطاب. أنت لاحظنا مثلا في أوت الماضي الإعلان لديكلاراسيون دالجي حول تجديد أو إعلان الجزائر حول تجديد العلاقات المتطورة والمستحدثة والمعاصرة بين البلدين، وكان لأول مرة قمة زيرالدا على المستوى الأمني حضور رئيس البلدين مع كل القادة القوات الأمنية لكلا الطرفين. وبالتالي عندما نتحدث هذا الملف ليس ربما سرا أن نقول من بين الملفات المطروحة وهو أن نصفي جميع القضايا، من ضمنها مثلا أنت تلاحظي مثلا أن الجزائر صنفت حركة ماك وحركة راشد كجماعات إرهابية. نعم. وبالتالي إلى غاية اليوم لا تزال هذه المساحة والرعاية الأمنية لهؤلاء الذين تعطيهم كل الفرص والمجالات الفاسحة لكي تضغط من أجل لا أقول مصالحها، لأن كما قلت العقلية الجزائر الفرنسية لا تزال في بعض الدوائر للأسف ما يسمى بفرنس أفريك. وفرنس أفريك ماذا يهمها في النهاية؟ وهنا الجانب الإيجابي، أنا دائما عندما أحلل العلاقات الجزائرية الفرنسية أعود إلى الرئيس الراحل هواري بومدين عندما يقول عندما يصعد الانتقادات للجزائر فأحس بأن هناك خيارات إيجابية تتخذ استراتيجيا في الداخل. عندما تنتقدني فرنسا فأقول بأنني في الاتجاه الصحيح، وأعتقد أن السيد رئيس الجمهورية هو في الاتجاه الصحيح منذ اليوم الأول الذي اعتلى فيه سدة الحكم. بمعنى أولا الندية ولاحظ القرارات، طبعا والقرارات الاستراتيجية المهمة، أنك تمنع الطيران الفرنسي أن يمر على أرضك في مالي. وللأسف ما كنا وما سمعه القادة العسكريون والدبلوماسيين في القصر الإليزي من القادة على المستوى عالي هم يقولون نحن بحاجة إلى الجزائر، نحن بحاجة إلى دعمكم لأنكم المركز المحوري لاستقرار الضفتين واستقرار الساحل، لأنكم تشكلون ربما محورا إيجابيا.
لكن كما قلت هنا الفشل الفرنسي على كل المستويات سواء داخلي او في الساحل، وهنا لاحظ التصاعد في مالي، في تشاد، في بوركينا فاسو في الفتره الاخيره، في افريقيا الوسطى، هذا الطرد المذموم من قبل ما تبقى من الفرنسيين، هم اصبحوا الان يبحثون عن شماعه اخرى، لانهم يدركون ان الجزائر بسيادتها، باستقلاليتها، بمؤسساتها الدستوريه تتجه في الاتجاه الذي لا يخدم. لاحظي مثلا في العشر سنوات الأخيرة عندما كنا نمر بفراغ مؤسساتي والدستوري، كانت كل الخطابات إيجابية، كل الخطابات الفرنسية إذا عدت حساباتها فالجزائر بخير، وعلى ماذا بخير؟ لأن فرنسا كانت مستحوذة بما فيها تسيير المياه الذي يشكل مورد حيوي بالنسبة إلينا، بما فيها الكثير من القطاعات الاستراتيجية. أعتقد أن خيارات السيد رئيس الجمهورية وتوجه الجزائر في الاتجاه الإيجابي يجعل ما أسميه بمحور الشر الذي يشكل محور نيوكولونيالي، ولم ترقه أن تكون الجزائر بهذه التوجهات على كل المستويات، في علاقاتها مع إيطاليا، مع الولايات المتحدة الأمريكية، انضمامها إلى البريكس، هذا مهم جدا مستقبلا كقوة اقتصادية باستقلاليتها، تزعمها لبعض القضايا من ضمنها القضية الفلسطينية والتحرر في إفريقيا وقضية الصحراء الغربية. في تقديري الآن كما قلت نحن في المرحلة الأولى من الخطاب الأزموي الدبلوماسي، وأن نستدعي السفير للتشاور على أمل أن يكون هناك على الأقل هذا الرد الإيجابي فيما يتعلق بسلوكنا وبقواعدنا المتعارف عليها الدبلوماسية. نعم بروفيسور، تحدثت عن نقطة مهمة جدا أثارت انتباهي، هي المقاربة الجديدة التي أصبحت تنتهجها الجزائر، وهي الندية والتعامل بالمثل التي أعرب عنها السيد الرئيس صراحة، مثل ما قلت في أول ندوة صحفية بعد توليه سدة الحكم، قالها صراحة أنه من الألاوصة على الجزائر ومن اليوم الندية في التعامل مع الدول. ربما هذا انعكس بروفيسور في السرعة أيضا في الرد من قبل السلطات الجزائرية التي استدعت السفير الجزائري في فرنسا، يعني بسرعة لم تترك الوقت. طبعا وهذا من إيجابيات، دعني أقولها صراحة، أن من إيجابيات الدبلوماسية والجانب الأمني والرئاسي في الفترات الأخيرة أن المؤسسات الدستورية أصبحت أكثر استباقية ووقائية في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية. لاحظت مثلا في الأسبوع الماضي كان المجلس الأعلى للأمن، بمعنى حتى المجلس الأعلى للأمن الذي يعتبر هيئة استشارية في القضايا الإقليمية والدولية التي تهم العلاقات الدولية بالنسبة إلى الجزائر، أصبح أكثر ديناميكية في رسم السياسات الخارجية، وهذا مهم جدا عندما نرسم اتخاذ القرار على المستوى الاستراتيجي، بمعنى أن السيد رئيس الجمهورية وضع مؤسسات دستورية بقطاعاتها المتعددة سواء الدبلوماسية أو الأمنية بكل أشكالها، أن نضع الصورة ونضع السيناريوهات لكي يتخذ القرار العقلاني والصائب في الوقت المناسب وفي بعض الأحيان قبل أن تكون هناك أي أزمة، وهذا مهم جدا. وهنا الخطاب الواضح أن رئيس الجمهورية باعتباره هو الذي يرسم السياسة الخارجية طبقا للدستور، الذي هو يتخذ القرارات، طلب باستدعاء السفير بطريقة مباشرة للتشاور. وهنا كما قلت في لغة الدبلوماسية عندما أقول للتشاور هنا قد يكون ربما الوقت المناسب أو الظرف المناسب للطرف الآخر لاتخاذ خيارات بما تعرف في إطار الندية. الجانب الثاني على مستوى وزارة الخارجية أن نعطي مذكرة احتجاجية رسمية، وهنا لاحظي المصطلحات، بمعنى الوصف لا يمكن أن نوصف هذا القرار فيما يتعلق بطريقة غير قانونية، غير سياسية، غير أخلاقية وغير دبلوماسية في التعامل مع رعية جزائرية مطلوبة للقضاء الجزائري. وفي الجانب الثاني هنا الانعكاسات، بمعنى التحذير لما هو قادم، بمعنى أن هذه القضية مستقبلا إن لم تحل في الإليزي والدوائر الأمنية، للأسف الفرنس أفريك الذي أسميها فرنس أفريك، مناطق الظل التي تعكر الأجواء الإيجابية، وهو أن يكون هناك ضررا كبيرا. وعندما أقول ضررا كبيرا بمعنى فرنسا اكتوت في سنتين سابقتين، وتعرف أن الجزائر بسيادتها بنديتها لديها من الخيارات ما يمكن أن تؤثر، لأنه لا يمكن في حادثة بعد 65 سنة من سقية سيدو يوسف أن نتلقى الدروس في حقوق الإنسان أو أي قضايا أخرى في الوقت الذي جرائم الاستعمار الفرنسي لم تسقط بالتقادم، وكما قلت دماء الشعب التونسي والجزائري تحيا في هذا اليوم المبارك نتيجة كما قلت الاستعمار الاستيطاني المجرم بكل سلوكه الذي لا يمكن أن يمحى في ذاكرتنا. ولا نقول بأن كما قال ساركوزي أو أحد الرؤساء السابقين الفرنسيين بأنه عندما يأتي الجيل الجديد قد ينسى، الذاكرة الجزائرية مغروسة في جينات هذا الشعب، وبالتالي عندما أقول في جينات
ليتذكروا بأنه بعد قرن أو قرنين ستبقى المسائل الإجرامية لا تسقط في سلوكاتنا وفي علاقاتنا الندية التي تضع في الطاولة، بالرغم من أن إيجابيتنا أن السيد رئيس الجمهورية حضر اللقاء بعد أوت الماضي على أن يكون في فرنسا، وهنا لاحظ الجانب الدبلوماسي وحتى العسكري، لأنه لأول مرة بعد 17 سنة كانت نية أن نبني شراكات على المستوى المتوسطي، أن نبني شراكات على المستوى الغرب المتوسط لأننا مندمجين 5+5 دفاع والاستقبال الحار. وهنا للأسف الخطاب المزدوج، أن تستقبل في الإليزي وتسمع من ماكرون أنكم بحاجة إليكم بعد ظهرهم على المستوى الإفريقي، لاحظي هذا الخطاب للأسف الذي لا يعكس حقيقة هذا الخطاب الرسمي الفرنسي. وبالتالي هنا كما قلت جماعة كزافيي التي راهنت على مراحل انتقالية وانهيار الجزائر، ربما لجيلي جون سيعطيهم درس آخر، لأن الجزائر تدرك كلما كان الاعتداء على فرنسا كلما كانت اللحمة قوية جدا على المستوى المجتمعي على المستوى الحزبي والرسمي والمؤسساتي. نعم بروفيسور، تحدثت أيضا عن الألفاظ المستعملة في بيان وزارة الخارجية، ألفاظ مهمة جدا لأنها نابعة من هيئة الدبلوماسية. جاء في البيان أن الجزائر تحتج على عملية الإجلاء السرية وغير القانونية. سرية العملية بروفيسور تؤكد أن فرنسا تعلم حساسية هذا الموضوع بالنسبة للجزائر. والآن أنت في أدوات التواصل الاجتماعي، أنا لا أعطي دروس لشبابنا وللفئات النخبوية، الآن اتضحت الأمور، بمعنى أن فرنسا كانت تراهن على بعض أذنابها في المراحل الانتقالية على أساس أن يكون هناك كما قلت النموذج السوري أو النموذج الليبي، أن نذهب إلى مرحلة انتقالية نفكك المؤسسة، هذا مهم جدا، نلعب على تفكيك المؤسسة العسكرية، لأن الشعارات التي رفعت من قبل أذناب فرنسا وهو أن تضرب الجيش بشعبه لكي لأن عقدتهم كما قال حتى ساركوزي عقدتهم مع جيش التحرير الوطني، لأنه لقنهم دروس لم تتلقاها فرنسا منذ ديان بيان فو، الهزيمة النكراء بالنسبة إليهم. وبالتالي هنا ما يعطيني هذه الصورة، أولا أن لديهم حماية الذين كانوا يعملون تحت الغطاء كزافيي السفارة الفرنسية، لديهم غطاء دبلوماسي، لديهم حماية أمنية، ولاحظي تلك الخطوط أن يتم عقيد في المخابرات، أن يتم تنقيلها بطريقة سرية خارج الجزائر إلى تونس، وأن تضغط حتى على السلطات الرسمية في تونس، وهنا القضية ستأخذ ربما مسارات أخرى مستقبلا. ليتضح هنا للأسف أن الحركة الجدد كما أسميهم لنيو حركة الذين يعملون بأجندات خارجية، هل اخترق القانون التونسي بروفيسور استسمحك؟ هل هذا اختراق القانون طبعا التونسي؟ هنا المفروض بعدما تم استماعها في القضاء التونسي على أن يتم امتثالها مرة أخرى في 23 فبراير، هذا محاميها التونسي وكان استدعاء قائم. هنا تم ربما سرعة الاستخبارات الفرنسية لحماية رعاياها، وبالتالي هنا لنعود الذين كانوا ينتقدوننا بأن هناك نظرية المؤامرة سقطت جميع الأقنعة في هذه اللحظة. في هذا السياق أود أن أسألك يعني لب الموضوع، ما هي مصلحة فرنسا من حماية رعية جزائرية وجودها على التراب الوطني أمر ضروري بأمر من القضاء الجزائري؟ يعني هذا ربما يطرح العديد من الاستفهامات. طبعا كما قلت لاكس دو مال، فرنسا تعرف لاكس دو مال، محور الشر الذي دائما ما ينظر على أساس يمكن أن نبني جزائر بطريقة كومبرادورية بولاءاتها لفرنسا المركزية. عن طريق ماذا؟ أولا عملوا لمدة 40 أو 50 سنة بما يسمى باللوبي الفرانكوفيلي، لا أقول اللوبي الفرانكوفوني لأن اللغة الفرنسية كما قال الروائي الجزائري هي غنيمة حرب، لكن أتحدث عن اللوبي الفرانكوفيلي الذي كان يؤمن بأن الجزائر لا يمكن أن تتقدم إلا من خلال المركزية الفرنسية، وهذه المركزية تتم عن طريق دعني أقول إنتاج بعض النخب، وهنا ويكيليكس، عندما تذهبين إلى ويكيليكس سوف تلاحظين من هي النخب التي كانت تزور السفارة الفرنسية ذهابا إيابا وتأخذ منها كل التعليمات بما يخدم مصالحها. وبالتالي الإجابة المباشرة بالنسبة إليك وهو أنه كانت رهان على أن يكون مرحلة انتقالية ونخلق نخب كما يسمى بالطابور الخامس. هذه الطابور الخامس ماذا يهمها؟ أن تربط اقتصادك بفرنسا وأن تربط حتى اللغة الثقافية، لأن العقدة الفرنسية الآن التوجه الجزائري الجديد على مستوى الجامعات على المستوى الثقافي أصبحت اللغة الإنجليزية تزاحم اللغة الفرنسية، والرئيس الفرنسي في حديثه ليومية لبوان الفرنسية في الأسابيع الماضية قالها بمرارة أن اللغة الفرنسية في تراجع في الجزائر، وهذا ما يعني أن النفوذ الفرنسي
يتراجع عندما تتراجع الثقافة. وأنت تعرفين منظمة الفرنكوفونية الجزائر بالرغم من أنها تقريبا البلد الذي يتكلم أكثر الفرنسية غير منضوية فيها لأسباب سياسية ولأسباب استراتيجية، لأننا لا نريد دوما وأبدا أن ندخل في الفلك الفرنكوفوني أو الفرنكوفيلي بما يخدم الأجندة الفرنسية، لأن سيادتنا كما قال السيد رئيس الجمهورية تعامل بالندية بما يخدم مصالح المتبادلة. وبالتالي أعتقد أن الإجابة المباشرة أن هناك الرهان الفاسد والفاشل الذي رهن عليه كزافي وجماعته، وبالتالي هؤلاء ليس جدد، لأن في باريس هناك أدوات التواصل الاجتماعي لبعض النواكر ولبعض الشواذ على كل المستويات، أصبحوا فرنسا تحميهم أمنيا والكل يعرف ذلك، لأن الشباب ببعيه وبخبراته يدرك لماذا فرنسا ترمي بسهامها إلى الجزائر في لحظة نبني الأمل. وهنا بالمناسبة في الأمس فقط كزافي ذاته الذي كتب كتاب لينيغم الجيريان أو اللغز الجزائري كان في ضيفا على قناة إذاعية للسود دو لا فرانس أو راديو سود إذاعة الجنوب، يتحدث بهذه اللهجة التشاؤمية أن 45 مليون جزائري يريدون الهجرة إلى فرنسا. هذا تلاحظ ماذا؟ لأن هذا صاحب الأجندة السياسة الاستعمارية، الغطرسة الاستعمارية الفرنسية بروفيسور، لم تتخلص منها فرنسا أبدا. طبعا هي الغطرسة، لكن كما قال أحد الجنرالات الفرنسيين عندما سئل في نهاية حياته أردنا هذه الجزائر لكن شعبها طردنا منها، أردناها بقلبنا وبعقلنا لأنها تمتلك من الموارد، تمتلك من المجالات، تمتلك من الخيرات، لكن أبنائها طردونا شر طردة، لأن الطرد لم يكن بطريقة التفاوض هكذا، وإنما كفاح مسلح. ذهبنا فاتورة 1.5 مليون شهيد وأكثر ما يقابل 7 ملايين شهيد طيلة قرن وربع من الاحتلال الاستيطاني الذي يتزال جرائمه قائمة. وبالتالي هذه العقلية النيوكولونيالية ماذا تريد منك؟ تريد أن تكون جزائر كما حلم بها كزافي أن تكون منهارة وفي ذهنه النموذج السوري، لأنه يريد تقسيمها. وبالمناسبة فاتورة الانفصال جاهزة، عندما أتحدث عن الماك الذي يستضاف في باريس وتعطى له ساحات العاصمة للتظاهرات بأقلية لا تحسب على عدد اليد، فهو سيناريو قادم لما حدث في العراق وما حدث في سوريا، بمعنى أن تقسم، والتقسيم يأتي بهذا الفصل بين المؤسسات الدستورية وبين الوعي المجتمعي. وبالتالي هذه الرعية في تقديري تكون آخر ورقة التوت التي تسقط من الاستخدام الاستعماري الجديد مع الحركة الجدد الذين قد تنتهي بهم كما انتهت الخونة للأسف، وهم الآن يطالبون بحمايتهم من التاريخ الذي بقي على ظهورهم لا يسقط بالتقادم كما قلت في البداية. نعم بروفيسور، السيد الرئيس قبل شهرين فقط من زيارة كانت مرتقبة إلى فرنسا، يعني مثل هذا التطور الذي وصفته وزارة الخارجية قالت بأنه تطور مرفوض وغير مقبول ومن شأنه أن يلحق الضرر بالعلاقات الجزائرية الفرنسية، كيف ذلك بروفيسور؟ طبعا هنا كما نقول دائما الجزائر أنها تبني ما يسمى بالتصدير الاستقرار، وديداننا في علاقاتنا مع دول الجوار هو أن نبني على أساس العلاقات والهوية الجزائرية. أولا أن نحل جميع القضايا النزاعية بطرق سلمية، ثانيا وهو مهم أن يكون الندية واحتمار احترام التعددية على كل المستويات في صناعة القرار، ثالثا وهو أن الجزائر صاحبة الحركة التحررية والثورة الجزائرية هي مع حركة عدم الانحياز ولا تميل إلى أي استقطاب كان، وبالتالي انطلاقا من هذه الهويات أعدنا بناء العلاقات مع فرنسا انطلاقا من الخطوة الإيجابية التي تقدم بها ماكرون، لأنه تقدم بحسن نية وجاء إلى الجزائر على أمل أن يبني شراكة متجددة ومتعاصرة بما يخدم القضايا الشائكة. انطلاقا من هذا السيد رئيس الجمهورية كان في تقديري بخطوات إيجابية أخرى، بمعنى أن يتم ترسيم تلك العلاقات، أن يتم توقيع الكثير من العقود الشراكة، وفي نفس الإطار أن نحضر القضايا العالقة على المستوى العسكري والأمني. وهنا في تقديري ربما عندما نقول باللغة الدبلوماسية قد تلحق أضرارا كبيرة جدا، فإن على فرنسا أن تتدارك هذه القضية قبل أن يتخذ قرارات استراتيجية في تقديري قد تعيد
العلاقات إلى دائرتها أو مربعها الأول، لأننا نمتلك الآن من القدرات ومن الخيارات الاستراتيجية ما يكفينا في علاقاتنا لبناء سيادة قوية ومزدهرة. نعم بروفيسور، كسؤال أخير، في ظل صحوة الشعوب الإفريقية والأخبار المتتالية حول طرد ما تبقى من الجيوش الفرنسية في إفريقيا، ألا يعتبر هذا التصرف يعكس ربما التخبط الذي تعيش فيه فرنسا في هذه المرحلة؟ طبعا فرنسا الداخلية بعد الجيلي جون وبعد الاحتجاجات على غلاء الطاقة والغذاء، وأنت تلاحظي يوميا في وسائل الإعلام الفرنسية تلك الاحتجاجات تلك الانقسامات حتى الجهوية ذاتها، يضاف إليها أن الخسارة كما أشرتي أن بقاء فرنسا كقوة نصف إقليمية أو دولية أحد أسبابها، أنت تلاحظي بأن تقريبا مجموعة الأوسيديا أو الإكواس مجموعة غرب الاقتصاد الفرنك الفرنسي سابقا تقريبا 500 مليار دولار تعيش بها فرنسا انطلاقا من تحويلات هذه الدول إلى الخزينة المركزية الفرنسية، بمعنى عندما تطرد عسكريا وأمنيا فإن مستقبلها في معضلة أمنية، كيف يمكن لفرنسا أن تبقى قوية في خسارة نفوذها في غرب إفريقيا الذي كان يعطيها الموارد من المناجم من اليورانيوم وغيره مثل النيجر وغيرها، يعطيها الكثير من الأموال لأن البنك المركزي الفرنسي هو الذي يسير، وهنا الصيحات التي في تشاد والصيحات التي في بوركينا فاسو ومالي والنيجر كلها وإفريقيا الوسطى التي أعطتها صفعة لن تنساها عبر التاريخ، هي كلها تعطيك بأن هناك نوع من الانكماش الفرنسي على داخلها، وأعتقد أن فاتورة تدخلها في مالي كانت كبيرة جدا ماليا وبشريا، وبالتالي هنا كما قلت هنا هذه الأزمة تريد أن تخلق أزمات أخرى على أساس أن الجزائر هي ربما التي تريد أن تعطيها صورة أو مكانة صاحبة التأثير أو النفوذ الذي تريده فرنسا أصلا، لأن المشاريع قبل التدخل الفرنسي في مالي نذكر في 2012 وتدخل فرنسي آخر في ليبيا هو الذي عكر هذه الأجواء سواء في منطقة شمال إفريقيا أو في منطقة الساحل، وبالتالي هنا هذه الفاتورة في تقديري ستفتح لتنافس آخر خارج الدائرة الفرنسية. نعم بروفيسور، فقط كنقطة أخيرة، الرئيس الفرنسي لما جاء إلى الجزائر وتم عقد ندوة صحفية مع الرئيس عبد المجيد تبون، قال الطرفان شددا على بناء المستقبل في العلاقات الثنائية الجزائرية الفرنسية، برأيكم كيف يمكن أن نبني المستقبل؟ طبعا السيد رئيس الجمهورية الجزائري كان قانعا بأنه يمكن أن نبني العلاقات انطلاقا من تضليل أو تذليل العقبات المتعلقة بالذاكرة، وعلى هذا الأساس تم إنشاء لجنة للذاكرة تدرس المسائل بطريقة عقلانية وموضوعية، وهنا من الخبراء المحسوبين على المدرسة الوطنية التاريخية في هذه اللجنة من أسماء بارزة ومحسوبة بوطنيتها وبسيادة الجزائر، لكن في الاتجاه الآخر ربما ماكرون الذي يعيش في آل روتشيلد وفي البنوك المالية لا يفهم العلاقات الاقتصادية أو العلاقات الدولية إلا انطلاقا من المصاريف الربح والخسارة المالية فقط، بمعنى أنه لا يعطي للبعد الإنساني للبعد السياسي للبعد ما يسميه بالسيادة مكانته، وبالتالي هنا المستقبل لا يمكن أن يبنى إلا بالاحترام المتبادل بالسيادة، وأعتقد أن الجزائر غيورة جدا على سيادتها، لأنه لا يمكن كما قال رئيس الجمهورية لا يمكنني أنا كرئيس أن أتنازل يوطة عن هذه السيادة التي هي فاتورة وهي دعني أقول نوع من الثقل الذي نتحمله جميعا، لأن أمانة الشهداء لا يمكن أن تسقط في أي ظرف تاريخي أو أي ضغوطات خارجية، وهذا ما اتضح حتى في وقت الأزمات الكبرى، الجزائر دائما ما كانت متشبثة بسيادتها وبحرمتها وبقواعدها المؤسساتية، ولا نحتاج من فرنسا أن تعطينا دروسا في حقوق الإنسان، لأن أعيد وأذكر هذه الذكرى لساقية سيدي يوسف أعطتنا مجاز الهولوكوست أخرى، لأن عندما تذهب إلى سوق أسبوعي وتقنبل بطائرات وباستخدام الأدوات العسكرية المحرومة دوليا فإن فرنسا تسأل عليها ولا يمكن أن تسقط بالتقادم، كما لم يسقط الكثير من الجرائم في مجازر 8 ماي 45 وغيرها من المحارق في الغواط قرى بأكملها تم حرقها، وبالتالي هنا أعتقد بأن الجزائر يجب أن تعيد طرح هذه القضايا بطريقة جدية، لأن هذا كما قلت في البداية التلميذ الغبي كاستعمار استيطاني لا يفهم إلا بتكرار الدروس، لكن عندما تضرب بألم الدبلوماسية
وبالخطوات الجريئة يمكن أن تعيد، لأن لغة المصلحة هم الذين يفقهوها الغرب، وبالتالي من الجزائر لدينا من الأوراق ما يمكن أن نلعبها ونؤثر، لأنه في السابق السيد ماكرون اختبر الجزائر قرارات جريئة جدا على المستوى العسكري، على المستوى الأمني، على المستوى الدبلوماسي. يكفينا أننا نريد أن نبني علاقات ندية والعلاقات الاستراتيجية بما يخدم القضايا الدولتين والشعبين في ظرف جيوستراتيجي عصيب جدا، لأن الآخر يحتاج إلى الجزائر باعتبارنا موردا طاقويا مهما نؤدي الأمن ليس لإيطاليا فقط وإنما لأوروبا قاطبة بنا ما نمتلكه من خبرات. وبالتالي يبدو لي أن ورقة التوت قد سقطت على النيوكولونيالية الجديدة وعلى الحركة الجدد الذين لا يزالون يتغنون بحقوق الإنسان التي دفع هذا الشعب فاتورتها بطريقة دموية ودامية لا يمكن أن تمحى من التقادم، كما قال الرئيس الفرنسي ماكرون، لأن الجيلات الجينات والأجيال القادمة سوف تطرح ربما بقوة أكثر مما عشناه نحن. نعم بروفيسور، شكرا لك. أكيد أن السيد الرئيس كان واضحا وبعث بعدة رسائل في خلال لقاءاته مع وسائل الإعلام الوطنية أو الأجنبية، مفادها أنه على فرنسا أن تتعامل مع الجزائر كقوة إقليمية إفريقية. بروفيسور مصطفى صايد، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، شكرا على حضورك في البرنامج وكل هذه التفاصيل. ولكم الشكر سيدتي. شكرا لك. وننتقل الآن مباشرة إلى الملف. إذا تتواصل عمليات البحث عن ناجين بعد يومين من الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 12 ألف إنسان في تركيا وسوريا وشرد أعدادا لا تحصى في ظل البرد القارس. وتواصل أفراد الحماية المدنية الجزائرية والهلال الأحمر جهودها لإجلاء الضحايا. إذن وكما كانت الجزائر سباقة إلى إرسال أفراد الحماية المدنية والهلال الأحمر الجزائري لإغاثة الدول المتضررة في سوريا وتركيا، التلفزيون الجزائري أيضا كان سباقا بإرسال موفديه إلى سوريا وتركيا. الزميل هشام سعدودي رصد لنا بعض استجوابات من الناجين في حلب، سنعود إليها بعد قليل. أبدأ معك سيد برناوي. قبل أن ذلك أرحب بضيوف البرنامج، النقيب نسيم برناوي رئيس مكتب الإعلام والتوعية بالمديرية العامة للحماية المدنية، أهلا بك سيدي. أهلا بك، مساء الخير. مساء النور. ومعنا أيضا الدكتور محفوظ بلحوت عضو لجنة الاستجابة السريعة للكوارث، أهلا بك سيدي. أهلا، مساء الخير. شكرا لك. أبدأ معك سيد نقيب نسيم برناوي. في البداية لابد أن نشير إلى نقطة مهمة جدا في مثل هكذا كوارث مثل ما نشاهد على شاشات التلفزيون، ربما تسقط كل الحسابات السياسية والمصالح والتنافس، تبقى فقط المبادئ الدول والنخوة ومواقف الدول اتجاه الدول تعاني في مثل هذه الظروف. طبعا مساء الخير لكم المشاهدين، بداية تعازينا الخالصة زملائنا ودولة شقيقتنا سوريا وكذلك تركيا في محنتهم. طبعا في مثل هذه الظروف الصعبة جدا، خاصة بعد يعني كارثة طبيعية قوية أو عنيفة، تسقط كل أقنعة وتسقط كل يعني المبادئ أو أمور السياسية، تبقى فقط المبادئ الإنسانية التي تستجيب لها معظم الدول كما قلت التي لديها مبادئ في هذا الشيء، كما هو للجزائر معروفة سواء شعبا أو حكومة. ولهذا يعني سارع السيد رئيس الجمهورية عن طريق يعني كل أعضاء الحكومة وكل الشعب الجزائري بإرسال هذه المساعدات والهبة التضامنية سواء من عتاد أو مواد، حتى فرق التدخلية للحماية المدنية وحتى الهلال الأحمر
الجزائري ما ضل حطم حتى هناك يعني حتى منهم من الشعب الجزائري يريد أن يذهب ويساعد. هذه نخوة يعني غريزة في الشعب الجزائري حكومة أو شعبا، لكن في مثل هذه المبادرة في مثل هذه المحن لا يعرفها إلا من عاشها، يعني إلا خاصة من عاشها عبر الزمن، سواء أننا في الجزائر يعني عبر مختلف المحن الطبيعية والتكنولوجيا حتى في زمن مضى في تلاحم الشعوب فيما بينه سواء في محن داخلية أو محن خارجية تخلي يعني يكبر شعبا ودولة في مثل هذه المبادئ تكبر داخليا. وخير دليل أنه الجزائر بمختلف أجهزتها السباقة وأول من كان وصل لا سيما تركيا وإلى سوريا، وما يقوم به الفرق في الميدان من عمل كأنهم أبناء جلدتهم وأبناء بلدهم، ما أنا يشيد به العالم بأسره لا سيما الإخوة السوريين حتى الأتراك يعني بما يقدمه من إضافة يعني من عمل إنساني وعمل محترف محض، وكذلك حتى قيمة والمساعدة الإنسانية المقدمة في هذا المجال مهمة جدا وضرورية في ظرف الزمن يعني ما شاهدناه وما أتانا من معلومات، يعني لا سيما الوضع الحقيقي في الميدان لا سيما في سوريا وفي تركيا من جراء هذه الكارثة الطبيعية يعني صعب جدا طبعا، وزاد من أزمة الوضع الظروف الجوية القاسية لا سيما من تقلبات جوية وقسوة البرد. ده مهم جدا أن تطغى أو أن تعلو المبادئ الإنسانية في ظل يعني ما يعيشه العالم أو ما تعيشه المنطقة. نعم، شكرا لك نقيب نسيم برناوي. أستاذ الدكتور محفوظ بالحوت عضو لجنة الاستجابة السريعة للكوارث، بعد إرسال 210 طنا من المساعدات إلى ضحايا الزلازل في تركيا وسوريا، هل يتم التنسيق الآن مع المسعفين والمتطوعين من أجل مساعدات جديدة لهذه الدول المتضررة؟ مساء الخير. كالعادة الهلال الأحمر الجزائري سباق فيما يخص مد يد المساعدة، ويعتبر كمنظمة إغاثة تطوعية، يعني من هذا المبدأ يعني قام المتطوعين بالذهاب إلى هذه الأماكن وتقديم يد المساعدة فيما يخص تقديم الإسعافات الأولية. وكذلك ما يخفش عليكم باللي الهلال الأحمر الجزائري في السنوات السابقة وكذلك حاليا يطور من قدرات ومهارات يعني متطوعين من خلال تدريبات يعني حسب لي ستوندار انترناسيونال، يعني حسب المعايير الدوليه. لذلك يعني توجه يعني من خيره متطوعين للهلال الاحمر الجزائري لهذه المناطق المنكوبه، وكذلك كما تطرقتي هناك 210 طن من المساعدات التي وجهت وتم ارسالها من الهلال الاحمر الجزائري، والعمليه تقدر تكون مستمره حسب الاحتياجات وحسب المتطلبات. نعم، شكرا لك سيد محفوظ بالحوت. إذن كما تفضلت قبل قليل، التلفزيون الجزائري كان سباقا لإرسال موفده إلى المناطق المتضررة من هذا الزلزال المدمر في كل من سوريا وتركيا. موفد التلفزيون الجزائري هشام سعدودي إلى حلب رصد لنا بعض الاستجوابات لبعض الناجين من هذا الزلزال. بيركن بأمان الله، وز هزة فنزلت فينا الطابق، كنا 16 شخص، انتقلوا لرحمة الله 13 شخص، طلعنا أنا وأخوي وبنت أخوي اللي استشهدوا أبوه وأمه وأخوته عمرها سنة ونص، الحمد لله رب العالمين. ظهري وإجري، ظهري وإجري، طب علي عجر كله طب علي. أنا خادم جامع سريان جديدة جامع إبراهيم بأدهم، البيت المادنة الأولاد نجيتهم طالعتهم، هز الثاني أنا أكلت من الطابق الثالث لتحت، إجا التراب كله علينا بالبيت، طالعت جوزي أول واحد طالعته من تحت التراب، طب علي رفراف حماني الرفراف، بعد ما عم بشده عم بطالعه ولا جت علي أرميدة، بس الحمد لله أنا بسلامة ما فيشني شيء. تخزيني قلبت، إيه قلبت علي لظهر أي قصة. نشكركم شعب الجزائر اللي هو سباق بين العرب كلهم، انتم اخوتنا الحقيقيين، انتم اخوتنا واجبنا حجي واجبنا، انتم اخوتنا اللي ما نسيتونا ايام المحن. من يومين يعني وقت صار الزلزال وجدنا الحالات الاسعافيه الاصابات الحرجه بشكل عام حرجه بسيطه متوسطه لجوتنا كده،
فهون المشفى كله كان مستعد. جهود متعب كتير، عدد مرضى هائل، سبب وفيات كتير، إصابات كتير. استنفار الكادر الطبي بشكل كامل، الله يجزيهم الخير جميعا. الحمد لله رب العالمين، تجاوزنا الساعات الأولى بصعوبة تمام، وخفت بعدين شوية منح الصفة، بس ضحايا صار تحت أنقاض وكذا، والحمد لله رب العالمين الأمور صارت جيدة يعني، وكل ما الحالات عم بتخف. طفر أواج، وانا نحن كنا هون قاعدين الساعة 4 الصبح، فقنا هزت الأرضية، طبت نص البابانة، حتى بيتنا نصه هبط، في جساس وفي جرحى وفي موتى. دمار دمار بشكل عام، مات ناس كتير، ماتت تحت الرديم ضليت. والله كنا نايمين الساعة 4:30 الصبح وصارت الزلزال، وطلعنا وجينا لهالمكان هذا ودمار شامل. فعلا اخواني الجزائر اجونا اليارضم كثير حبيبي، يعني جو عاونونا، الله يرضى عليهم، الله يوفقهم. إذن كانت هذه الاستجوابات التي رصدها لنا الزميل هشام سعدودي من حلب السورية. أعود إليك نقيب نسيم برناوي، رئيس مكتب الإعلام والتوعية بالمديرية العامة للحماية المدنية. أكيد تابعنا أنه عدد كبير من خيرة الأفراد الحماية المدنية الذين تلقوا طبعا تكوينا لمواجهة مثل هذه الظروف. أكيد أنكم على تواصل مع زملائكم في المناطق المتضررة في سوريا وتركيا، كيف يجري الأمر؟ هل لديكم ربما أرقام أو حصيلة للجهود الأخيرة التي تقوم بها الأفراد الحماية المدنية؟ نعم، على تواصل مباشر مع مركز القيادة العملي سواء في سوريا أو حتى في تركيا، مع خلية المتابعة العملية الخاصة على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية بمركز التنسيق العملي. آخر حصيلة على مستوى سوريا، هناك 13 ضحية التي تم انتشالها، منهم شخص واحد على قيد الحياة والبقية 12 متوفين، آخرهم كانت عائلة من 4 أشخاص انتشلت منذ تقريبا 3 ساعات من الزمن. وحاليا في الآلية تم تحديد مكان ضحيتين آخرتين تحت الأنقاض من طرف فرقة الأنقاذ والبحث تحت الردوم والفرقة السينية التقنية عن طريق المعدات التكنولوجية الحديثة، والآن العوان يعمل على إخراج وانتشال الضحيتين. العمل هذه الفرق هو دون انقطاع 24 ساعة، هناك استراتيجية، والتكوين الخاص والمعدات الخاصة والتركيبة الفريق تسمح لنا أنه يعمل بساعات متواصلة دون انقطاع باستراتيجية دوران، أن هذا الفريق مكون من 86 عنصر، يعني ممكن فريقين يعملان في نفس الوقت وفريقان يرتاحان وتغطية نقطتين يعني في نفس الوقت. هذه قوة الفريق الجزائري الذي لديه تصنيف عالمي، يعني الإزار حجم ثقيل، فريق بحث النقاط في الأماكن الحضرية من حجم الثقيل على غرار الحجم الخفيف او الحجم المتوسط. اما على مستوى تركيا فالحصيله في 42 ضحيه، منها 30 متوفاه و12 شخص تم انقاذه على قيد الحياه، يعني حي اخرهم كانت امراه وقبلها كان طفل رضيع كما شهده العام والخاص في عمليات صعبه جدا دامت اكثر من 4 ساعات وتطلبت استعمال عتاد جد متطول، لا سيما من ناحيه التحديد او من ناحيه الحمايه الفرديه والجمعيه وحتى كيفيه الدخول والانتشال. العمليتين بين تركيا وسوريا تختلفان، لا سيما من حيث البنيه التحتيه او البنايات، هي اصعب في سوريا لا سيما من ناحيه يعني البنايات في المكان في حلب، يعني تقريبا من طوب او حتى كيفيه يعني السكن الموجود يختلف عن تركيا، لانه تدخل او طبيعه تدخل هذا الفريق تكون وفق بعض المعايير الدوليه، في بدايه يعني وضع مخطط عمل، اعاده يعني وضع المخطط عن طريق تحديد المكان محدده، البنايه كيفيه تركيبها، الداخل التهيئه الداخل يعني مع مراعاه التوقيت الزمني كان فيها الحادث، يعني هناك تقنيات استعملوها حتى تسهل المهمة في تحديد مكان تواجد الضحايا. نعم، شكرا لك نقيب نسيم برناوي. سيد محفوظ بلحوت، شاركتم مؤخرا قبل يوم أعتقد في اجتماع تنسيقي مع الهلال الأحمر للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كيف يتم التنسيق معها وما هو دور أفراد الهلال الأحمر هناك؟ يعني الهلال الأحمر الجزائري هو في يعني ينتمي إلى مجموعة دولية لتشمل جمعيات الصليب والهلال الأحمر عبر العالم، يعني والهلال الأحمر الجزائري يترأس المجموعة الاستشارية للاستجابة السريعة للكوارث لمؤسسات الهلال وصليب الأحمر في منطقة
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يعني جراء هذه الكارثة يعني الهلال الأحمر الجزائري ومن خلال رد ديالو السريع يعني قام باجتماع طارئ لهذه المجموعة اللي صرا اليوم للتحدث على كيفية التنسيق ما بين جمعيات الهلال وصليب الأحمر في هذه المنطقة، وكيفية يكون الرد السريع لكيفية كذلك التكفل بالضحايا إلى آخره. نعم، شكرا لك دكتور محفوظ بالحوت. كنا قد ربطنا الاتصال قبل قليل بالزميل عبد الجبار بن يحيى مفاد التلفزيون الجزائري إلى تركيا ليضعنا في صورة ما يقع هناك. نعم، مساء حزين هنا في تركيا، في أديمان تحديدا جنوب شرق تركيا. مساء حزين في ليل تركيا كنهارها. ظروف إنسانية صعبة يعيشها السكان والأهالي هنا، بعضهم تحت الأنقاض لا يزالون ينتظرون المساعدة، بعضهم قضوا نحبهم تحت الأنقاض والبعض الآخر نجحوا في الخروج سالمين أحياء بفضل قوات الحماية المدنية الجزائرية. اليوم التحقت فريق من التشاد وفريق من تايوان لمساهمة في عملية إنقاذ المدنيين من تحت ركام هذه المدينة المنكوبة. سياسيا، رئيس تركيا سيد رجب طيب أردوغان زار اليوم منطقة كهرمان مرج وكمنطقة منكوبة، ليزور فيما بعد منطقة هاتاي. من المتوقع جدا أن يزور أديمان أيضا ليتفقد الظروف الإنسانية في هذه المدينة المنكوبة. يوم أمس فقط أعلن السيد رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 مدن، منها أدانا، سليمان، ديار بكر، كرمان، مرعش وعدة مدن أخرى جنوب شرق تركيا. بالنسبة لوحدات الحماية المدنية الجزائرية فإن الحصيلة لحد الآن لهذه الساعة في هذا المباشر وصلت إلى انتشال حوالي 28 جثة من تحت الركام، وأيضا إنقاذ حياة حوالي 12 شخصا هم أحياء سالمين في المستشفى يتلقون العلاجات المطلوبة. تركيا اليوم وجنوب تركيا اليوم ينتظر الكثير من الدعم من طرف الدول، أيضا ينتظر الكثير من الدعم من طرف الأشقاء. أعود إليكم إلى الاستوديو. شكرا لك عبد الجبار بن يحيى موفد التلفزيون الجزائري إلى تركيا. أعود إليك نقيب نسيم برناوي، تابعنا في الصور التي أرسلها لنا موفد التلفزيون الجزائري استعمال تقنيات حديثة مثل الكاميرات. أكيد أنه الأفراد يعني تلقوا تكوين تقني، هل يعني كارثة مثل هذه هولها كبير، هل الأفراد يتلقون أيضا تكوين بسيكولوجي ونفسي يعني للتدخل في مثل هذه الكوارث؟ نعم طبعا، تكوين عالي المستوى وحتى الفترة الزمنية كبيرة، لأنه الجزائر حالها على تصنيف الدولي شارة دولية في 3 سنوات كانت كلها تكوين نظري وتطبيقي، خاصة في النظري لأنه تركيبة الفريق بحد ذاتها، وهناك أطباء وهناك أخصائيين نفسانيين يرافقون الفريق، لكن حتى القيادة والأعوان بحد ذاتهم يعني ما يسمح لهم بالتدخل في مثل هذه الظروف الصعبة أو يعني التعامل مع الجرحى المصابين أو حتى الوفيات. لديهم يعني قوة ويعني شخصية في التدخل تسمح لهم بالقيام بهذا العمل، لأنه الروتين اليومي تدخل في حوادث كوارث الوفيات وما شابه ذلك والصور المؤلمة طلب كذلك متابعة وأخصائيين موجودين يعني خصيصا مع الفريق في هذا الجانب. نعم، شكرا لك نقيب نسيم برناوي. كنا أيضا قد تواصلنا مع الزميل هشام سعدودي موفد التلفزيون الجزائري إلى سوريا. متواجدون بمستشفى الرازي ثاني أكبر المشافي هنا في مدينة حلب بعد المستشفى الجامعي للمدينة. في هذه الغرفة سننقل لكم قصة عجيبة لفنان تشكيلي، لرحالة، لبطل في الدراجات وما إلى ذلك. يحيى كعكة، هذا الكهل الذي كان عصيا على الموت لمدة 32 ساعة تحت الأنقاض، الحمد لله بصحة وعافية. الحمد لله على سلامتك. نشكر الرب، الله الحمد لله.
ممكن تنقل للشعب الجزائري قصتك؟ اجت الهزه فقنا عليها فوقعت الاشياء بالارض، من المفروض كنت انزل انا فورا، لكن انا زعلت على الاشياء الاساس في المنزل وفتحت الباب وبدت الهزه الثانيه، اجزاء ثواني صرت تحت الارض، نزل السقف الى اخره، طولت العمليه 36 ساعه. وانت تحت الانقاض؟ طيب تحت. كيف كنت تتنفس؟ شو كليت؟ شو ما في شيء. ربك مشكور الرب. فاصرخ اسمع صوت فوقي، اصرخ انشد اصلي الى اخره، فحاولوا الانقاذ مشكورين، جابوا لي الاسعاف طبعا، مو انا ما ادري مفاصلي. شو عندك اصابات؟ بالمفاصل، ايدي اطرافي كلها ما بقدر بتحرك. هلا كنت طلعت من العمل جراحي، كنت بالعمليات. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. اذا كانت هذه قصة الفنان التشكيلي والأستاذ الجامعي والرحالة يحيى كعكة الذي قضى أكثر من 36 ساعة تحت الأنقاض ليكتب الله له حياة جديدة. نتمنى السلامة والعافية لكل المصابين، ورحم الله موتانا في حلب وسورية كلها وتركيا. عودة إليكم. شكرا إذن للزميل هشام سعدودي مفد التلفزيون الجزائري إلى سوريا، الذي نقل لنا شهادة حية لواحد من الناجين من هذا الزلزال المدمر. أشكر ضيوف البرنامج، النقيب نسيم برناوي رئيس مكتب الإعلام والتوعية بالمديرية العامة للحماية المدنية، شكرا لك سيدي. العفو سيدي. وأشكر أيضا الدكتور محفوظ بالحوت عضو لجنة الاستجابة السريعة للكوارث، شكرا على الحضور سيدي. شكرا لكم. وإلى المنظمات الدولية الإنسانية، أي دور في زمن الكوارث والأزمات؟ وإلى الملف الدولي مع بدر الدين عباسي. شكرا جزيلا. إذن سكينة وأهلا بكم مشاهدينا إلى الملف الدولي. كما ذكرت إذن نواصل هذه التغطية المتعلقة بمتابعة الكارثة الطبيعية التي حلت بكل من تركيا وسوريا، الزلزال العنيف الذي دمر أو أتى على الإنسان وكذلك على البنيان. وفي إطار تتواصل عمليات إنقاذ ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا وسط توقعات بارتفاع حصيلة الضحايا، فيما أعلن المجتمع الدولي تقديم المساعدات العاجلة لمواجهة تداعيات هذه الكارثة الطبيعية. وتتوقع منظمة الصحة العالمية ارتفاعا كبيرا في أعداد القتلى في أعقاب هذه النكبة الإنسانية. وفي غضون ذلك دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي لمساعدة البلدين، وقال: نحن نعول على المجتمع الدولي لمساعدة الآلاف من الأسر المتضررة. على ضوء هذا التصريح إذن نسعد باستضافة الدكتور رشيد علوش الباحث في الشؤون الاستراتيجية للحديث عن دور المنظمات الدولية الإنسانية في زمن الأزمات والكوارث. أهلا بك دكتور. مرحبا أستاذ بدر الدين، شكرا جزيلا استضافة. طيب في البداية في سؤال افتتاحي، هل ينص القانون الدولي على كيفيات عمل المنظمات الدولية الإنسانية للتدخل في زمن الكوارث والأزمات؟ طبعا أستاذ بدر الدين، نبني على المقدمة التي تقدمت بها منذ قليل حول كلمة الأمين العام للأمم المتحدة، وهي القاعدة القانونية ربما الوحيدة التي يمكن الاستناد عليها عند تقديم المعونات والإغاثات في للأشخاص المتضررين من الكوارث الطبيعية. نحدد المصطلح، وهي الكوارث الطبيعية بناء على قانون لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 1992 يحمل رقم 142 و 182 46، والقرار الثاني أيضا لسنة 2003 150 51، والذي يتيح صراحة على أن المخول حصرا بطلب الإغاثة هو الأمين العام للأمم المتحدة، يقدم طلب للمجتمع الدولي لتقديم الإغاثة للكيانات الذين هم دول وأيضا منظمات دولية. يعني هذا هو السند القانوني الواحد. لدينا مبادئ توجيهية أخرى يتم الاستناد عليها من طرف الدول، ويتم أيضا الاستناد عليها من طرف المنظمات الدولية لتقديم الإغاثة في الكوارث الطبيعية
ويجب أن نستند أستاذ بدر الدين على مصطلح الكوارث الطبيعية، لأنه هناك تداخل مع الكوارث ربما غير الطبيعية التي هي لدينا فيها التضرر يكون مشابه للكوارث الطبيعية، ولكن لدينا قواعد قانونية أخرى ولدينا أيضا نصوص قانونية أخرى يمكن الاستناد عليها لممارسة العمل الإنساني أو ممارسة العمل الغوثي في تلك المنطقة المتضررة. دكتور رشيد، فهمت من كلامك بأن القانون الدولي لا يحوز ربما أو لا ينص على نصوص قانونية لكيفية التعامل مع الكوارث الطبيعية تحديدا، ولا نتحدث عن الكوارث الإنسانية التي تدخل من ضمنها الحروب. طيب، بما أن هناك توجيهات فقط فيما يتعلق بالقانون الدولي، هل هذه التوجيهات في القانون الدولي تتيح لحق الشعوب من أجل التوصل الوصول للمساعدات إليهم؟ والحال هنا ما يحدث في سوريا وما يحدث في تركيا. بالتأكيد أستاذ بدر الدين، يعني يجب أن نحدد أيضا في هذه النقطة أنه لدينا الآن ظهرت معضلة أخرى مرتبطة بازدواجية المعايير وأيضا الكيل بمكيالين فيما يتعلق بتقديم المساعدات للمتضررين سواء لسوريا أو حتى بالنسبة لتركيا، رغم أنه الإنسان واحد والإنسانية واحدة والقانون أو الصكوك أو حتى المبادئ التوجيهية التي تتيح كيفية تقديم هذا المعونات والإغاثة في الكوارث الطبيعية، نتحدث عن الزلازل والفيضانات اللتين هما الكارثتين الطبيعيتين الأكثر ربما تضررا يتضرر منها الإنسان أكثر، ولكن في سياق هذه الكارثة الطبيعية لدينا تفريق نتيجة ماذا؟ نتيجة أن هناك عدم استناد ربما من طرف المنظمات الدولية على تقديم المعونات لسوريا، في الطرف الآخر نجد أن هناك دول قدمت معونات كثيرة جدا لتركيا، حتى أنه الآن هناك تداخل حتى في ممارسة العمل الميداني على المستوى الميداني لإنقاذ الأرواح تحت الرجوم وأيضا لمحاولة الوصول إلى الناجين تحت الأنقاض. هذا الأمر يتيح لنا تداخل ويمنح لنا ربما أيضا ثغرة قانونية أستاذ بدر الدين فيما يتعلق ربما بالمبادئ التوجيهية الأساسية لتقديم أي عمل إغاثي إنساني. لدينا المبدأ الأول وهو مبدأ الحياد، يعني لا يجب أن يكون تقديم أي معونة إنسانية في كارثة طبيعية بغرض سياسي، وهنا النقطة التي ارتكزت عليها الجزائر لتكون أول المقدمين للمساعدات ما دام أنه لدينا قرار على مستوى الأمم المتحدة، لأنه الآن لدينا نوع من عدم الفهم والغموض فيما يتعلق بالقانون، قانون القيصر الذي هو قانون العقوبات قيصر الأمريكي على سوريا الذي هو يغلق الأجواء السورية ويمنع تقديم مساعدات لسوريا، ما دام أنه المبادئ التوجيهية على مستوى القانون الدولي التي بدأ الحديث على إمكانية أنها تصبح مستقبلا ربما قاعدة قانونية ملزمة لكل الدول منذ 2007 وصولا إلى 2014، وتم الاعتماد على هذه المبادئ التوجيهية من طرف الهلال الأحمر وأيضا الصليب الأحمر الدوليين، فإن الجزائر استندت على هذا المبادئ واستندت أيضا على القرارين اللذين هما بتصويت من طرف الجمعية العامة، باعتبار أنه ما دام أنه الأمين العام للأمم المتحدة خرج بتصريح وقدم صراحة أنه يطلب الغوث طلب المساعدة، فإنه السند القانوني موجود ولم نستند لم نكسر قاعدة الحياد ولم نكسر أيضا قاعدة النزاهة، باعتبار أنه قدمنا المساعدات بالتساوي للطرف السوري وأيضا للطرف التركي، ولم نكسر القاعدة الأخرى المهمة جدا وهي قاعدة مسؤولية الدولة المتعرضة للضرر، لأنه هذا المبدأ مهم جدا على إلزامية أن يكون تنسيق بين الدولة المتضررة والدولة التي تريد أو المنظمة التي تريد تقديم المساعدة، تجنبا أستاذ بدر الدين لانتهاك مبدأين وقاعدتين أساسيتين يقوم عليهما كل القانون الدولي في بعديه، القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام وحتى القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهما مبدأ السيادة ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. هل في هذا الإطار نفهم ربما كلامك أو سياق كلامك نفهمه من خلال تصريحات مثلا متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية قالت في كل مرة سنطلع الرأي العام الدولي على المستجدات الوضع الإنساني في كل من سوريا وكذلك تركيا وتطلب المساعدة مساعدة المجتمع الدولي، كذلك نتحدث عن المنسق الأممي الإنساني بسوريا قالها صراحة نتمنى أن تتنحى الاعتبارات السياسية فيما يتعلق بالأزمة السورية، يعني هل هناك
هذه التجاذبات السياسية للأسف والكارثة تتطلب الاستعجال في التدخل. نتحدث عن 36 أكثر من 36 ساعة ربما بعد الزلزال، يعني مشكلة حتى في عملية إنقاذ ضحايا الركام والأنقاض. بالتأكيد أستاذ رضيان، هنا الإشكالية، يعني لو نتحدث عن ربما الآليات التي تنظم كيفية الاستجابة المرنة للكوارث الطبيعية عندما تكون كارثة طبيعية. لدينا المعطى الأول المرتبط ب 72 ساعة، يعني 72 ساعة فما فوق تصبح الاستجابة غير مرنة وغير فعالة. 72 ساعة وما دون، إمكانية أن يكون هناك ناجين، صحيح. إمكانية أن يتم ربما الوصول إلى أرواح أخرى أكثر وإنقاذها. بعد 72 ساعة يقل هذا المستوى ربما إلى حتى 10% من إمكانية الوصول إلى النجوم، وبالتالي فإنه تقديم النداءات من طرف حتى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة أيضا كان من المفروض أنه يخرج، ليس في سوريا المنسق وإنما الوكيل الذي هو الوكيل السامي للشؤون الإنسانية على صحيح. مستوى الأمم المتحدة كان هو أيضا المخول حصرا بأن يخرج بسرعة ويطلب أيضا الإغاثة ويطلب أيضا طيب. الاستجابة حتى نتقدم في النقاش ربما دائما في هذا النقطة، لأنه لما تحدث عن المنظمات الدولية ربما الأبرز نتحدث عن الهلال الأحمر الدولي وكذلك الصليب الأحمر. هناك الكثير من المنظمات الإنسانية التي تنشط سواء في العالم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، هل تتحمل مسؤولية تأخر هذه المساعدات في مكان دون مكان آخر؟ ولا يقتصر الأمر فقط على سوريا، يعني في بعض الأماكن في تركيا تتأخر وصول المساعدات إليها والتي تقع على الحدود مع سوريا. لأنه أستاذ بدر الدين للأسف أصبحت إشكالية ومعضلة ازدواجية المعايير حتى في الدواعي الإنسانية وحتى في القضايا الإنسانية التي يقوم عليها كل القانون الدولي بكل مجالاته وبكل صكوكه واختصاصاته. لدينا ازدواجية معايير حتى في الكرامة الإنسانية، كان من الأجدر أنه ما دام الأمر يرتبط بالإنسانية فإنه المنظمات الدولية تلتزم الحياد ولا تسيس هذه القضية وتلتزم أيضا بتقديم ربما نداءات لتقديم المساعدة. رأينا أنه كان هناك نوع من التأخير ورأينا أنه كان هناك ازدواجية أيضا فيما يتعلق بتقديم المساعدة لطرف على حساب طرف بتدرع بقوانين، ولكن هذا الأمر كان لإضعاف سيادة الدولة السورية حصرا والتدخل ربما في شؤونها من خلال العمل على تقديم المعونات وتقديم أيضا المساعدات والإغاثات على مستوى معابر محددة وليس على مستوى المطارات السورية التي هي الآن على تضررها، دخلت الخدمة لتلقي مجمل هذه المساعدات. ونرى أنه أيضا كانت حتى في العام الماضي كانت لدينا فقط 4 ممرات، الآن لدينا ممر واحد فقط مفتوح لتلقي المساعدات الإنسانية، رغم أننا نشاهد أن تركيا تعلن بين الفينة والأخرى أنها تفتح معابر لتلقي المعونات، ولكن الحمد لله نقول هذا الأمر أنه العراق هو الآن يفتح ممر بري ما بين سوريا وأيضا العراق لتلقي المساعدات، الأردن هو الآخر فتح الممر البري مع سوريا لتلقي المساعدات، يبقى التعويل الآن من طرف سوريا. حتى تركيا لا تتحدث عن إمكانية فتح معبر تجاه الأمر متأخر الآن أستاذ بدر الدين، لأن المنطقتين متقاربتين جغرافيا، الزلزال ضرب في منطقة واحدة، كان من الأجدر أن الاستجابة تكون في نفس المنطقتين بنفس الفعالية وبنفس أيضا السرعة. يعني أليس يعني الآن هذا الأمر يضرب مبادئ حقوق يضرب مبادئ الإنسانية في العمق؟ يعني عندما نشهد أنه أزيد من 40 دولة هرعت لتقديم المساعدة لتركيا وفقط بالنسبة لسوريا لدينا 11 و12 دولة كانت هي التي قدمت المساعدات رغم التضرر ورغم الأزمة الإنسانية ورغم أيضا الأزمات المتخلفة أو التي خلفتها الأزمة الأمنية في السنوات السابقة. في تبقى من الوقت أقل من دقيقة، نتحدث الآن القانون الدولي دائما هل يعاقب الجهات التي تعطل وصول المساعدات في مثل هذه الحالات؟ أي القانون الدولي في هذه النقطة أستاذ بدر الدين يستند على الدولة المتضررة في تحمل مسؤوليتها تجاه تلقي المساعدات أو في عدم الوصول لتلقي المساعدات لأي جهة، لأن الأمر مرتبط بحماية الأشخاص وليس مرتبط بنوع في إطار نزاعات مسلحة. الأمر يختلف وتلتزم هناك عقاب وهناك تطبيق لنصوص وقواعد قانونية في هذا الأمر. ما دام لا يوجد نصوص قانونية تلزم الدول وتلزم الدول المتضررة وتلزم أيضا الدول المقدمة للمساعدات فإنه العقاب غير موجود، لأنه الأصل
أن يكون هناك تعاون وليس عقاب. الأصل هو حماية الإنسان، والأصل ينبع من قيمة قانونية أساسية وهي الإنسانية والكرامة الإنسانية، وبالتالي لا عقاب في هذا الأمر. التعويل على التعاون ما بين الدول، ما بين أيضا المنظمات، وهذا هو المبدأ التوجيهي الأصلي الذي تقوم عليه ربما فعالية الاستجابة ما بين الدول في الكوارث الطبيعية حصرا. والأمر يبدو أنه يتعلق بالأخلاق الإنسانية ولا يتعلق بالقانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي حتى نكون طبعا أكثر دقة. شكرا جزيلا دكتور رشيد علوش على الحضور وتقديم كل هذه الشروحات. أنت الباحث في الشؤون الاستراتيجية. بدأ مشاهدينا نأتي إلى ختام الملف الدولي لنهار اليوم. العودة إلى الزميلة سكينة. شكرا لك بدر الدين عباسي ولضيفك الكريم. إلى هنا نأتي إلى نهاية برنامج الجزائر مباشر. أشكر كل الطاقم التقني العامل مع ليلى ملكة صطوف الإشراف ومحمد لامين محروق في الإخراج. ألقاكم بخير في أمان الله.